أكيد الربيع العربي. طيب الربيع العربي، الجارديان بتقول الربيع العربي لم يكن عبثا والمرأة القادمة مختلفة. تفضل. شكرا أستاذ محمد على الحمد لله سعة على السلامة، صدرك. الحمد لله على السلامة الأول، بس يعني قبل أي حاجة تفضل. المقال هو للصحفية نسرين مالك. في حقيقة الأمر هو لم يتضمن يعني تفاصيل كبيرة، وإنما هو مقال جامع، بحيث تحدثت الصحفية عن الأيام التي سبقت ثورة تونس عندما كانت في زيارة للمنطقة وكانت تتحرك في المنطقة. قالت بأنه آنذاك كنا نحس بأن الاحتجاجات في تونس ستكون جديدة أو سيكون فيها جديد، لكن ولا أحد كان يتوقع أنها ستطيح بابن علي وأنها ستتحول إلى ثورة ربيع عربي وتنتقل عبر البلدان. ثم نقلتنا إلى الوقت الحالي، وهي تقول بأنه في هذه الأيام التي تصادف ذكرى 10 للثورة التونسية، قالت بأن حتى في تونس كان هناك مشهد أن أحد المارة كان أمامه بوستر، يعني صورة كبيرة للبوعزيزي، وهو الشهيد الذي أحرق نفسه وعلى إثرها قامت الثورة بعد ظلم من إحدى الشرطيات. قالت بأن هذا التونسي قال بأني يعني كان بيود أن يسقط الصورة لأنه يرى في أن تبعات البوعزيزي سيئة جدا، وبأن ما يحدث في تونس إلى الآن هي إحدى الثمار السلبية للثورة. أخذنا المقال في سياق جدلية هل الربيع العربي تونس التي اعتبرها المقال بأنها استثناء وأنها لا زالت تحافظ على ربما يعني بذور الثورة وبعض نتائجها. قلت بأنه حتى تونس الاستثناء، وهناك وجهتي نظر، هناك من يقول بأن الربيع العربي فشل، هناك من يقول بأننا الذين خرجنا إلى الشارع لم نكن ندرك حجم التحديات ولا حجم الجهة المقابلة التي يجب الإطاحة بها للوصول إلى حالة أفضل. ونقلتنا كذلك عبر المقال إلى ما حدث في عدة دول ربيع عربي من تونس، ليبيا، مصر، والتجارب المريرة. هي تقول حسب الاستطلاعات، وجهتي النظر بين من يعتبر بأنه لن يعود أبدا إلى مثل هكذا سلوك ثوري، وبأن الشعوب يعني لا تملك القوة حتى تحدث التغيير، لكنها بالمقابل قالت بأنه بعد حتى الإطاحة بالثورة في أو نتائج الثورة في مصر، وحتى بعد الدمار في سوريا وليبيا، إلا أن هناك ثمرة كبيرة تقريبا تشترك فيها كل الشعوب، وهي التي أوردتها في النصف الثاني من عنوان المقال: المرة القادمة ستكون مختلفة. بأن الشعوب العربية بغض النظر عن المآلات بعد سنوات من الثورة، فإنها تمتلك في مخيالها يعني تجربة تغيير، وإنها انتقلت من مرحلة اليأس قبل الثورات إلى مرحلة بكل سلبياتها، فأصبح المواطن يعتقد بأنه يمكن أن يغير حتى وإن أخطأ في الثورة الأولى، وبالتالي هي تتنبأ بأنه ستكون هناك ردات فعل وستكون مختلفة من حيث احتياط من سيقومون بالتغيير بطريقة ثورية أيا كانت، الاحتياط من القوى المضادة التي تكون موجودة في السلطة، وكذلك الاحتياط من التبعات السلبية للانشقاقات داخل حتى الثوار وحتى الرافضون للوضع.